مرحبا بكم من جديد. اذا في حكايتنا بالنسبه ليلى قاعدين نشوفوا شنو زعما اللي صار لصابرين بنت العشرين سنه طالبه الحقوق اللي بوها اكتشفها ميته في المارج متاع سبيطار في الدار البيضاء وقت اللي مخليها البارح على اساس بيته في دار صاحبتها. سؤاله الاولاني اللي كان في محله قال ويني كوثر صاحبتها اللي بيته بحذاها. كوثر تبين انه ما اسمهاش كوثر. كي قال لهم كوثر الامن ما فهمش اصلا على شكون يحكي، ما عندنا حتى كوثر في الملف. لكن مش نلقاو انه كوثر هي نجيت. اول ما يشوفها سيدريس سلمان، كان قبيله قلت لك سليمان هو سلمان، ادريس سلمان، اول ما يشوفها يقول لها يا اخي يا بنتي انت مش كوثر؟ قالوا لا انا مانيش كوثر انا نجيت. وعلاش تكذب علينا هالسنوات هذه الكل ومقدمه روحك على اساس انك كوثر وانا نعامل فيك كي بنتي وصابرين كي اختك؟ باش تقولوا يا عمي ما فما حتى مشكله، انا كوثر انا نجيت، لكن اسم نجيت ما نحبوش فبدلته بكوثر هكاو. هي باهي صابرين ماي بيته بحذاك البارح، شبيها اليوم نلقاوها ميتة ويقولوا لي انتحرت. ليه يا عمي مش بيتة بحذية؟ كيفية؟ مش كلمتني لحديش تعليل وقلت لي لي هي بيتة بحذيك؟ اي ماي هي قالت لي اطلب بابا وقلوا لي انا بيتة بحذيك. مالا هي وين؟ كما هيش كانت بيتة بحذيك. وانتوما مش البارح مشيتوا عملتوا قهوه مع بعضكم وبعد مشيتوا روحتوا مع بعضكم للدار؟ لا يا عمي ما روحتش معايا للدار وما عملناش قهوه. باي مالي شنو مشيتوا تعملوا؟ مشينا شربنا وصابرين شربت برشا. ليلي ولات في وضعية ما تخليهاش تنجم تروح، وذيك علاش قالت لك اللي باش تزيد تسهر شوية هي خاطر مش ما لقيناش الكار ولا المترو، على خاطرها كانت سكرانة، كان عندها وضع سكر فقالت ما نجمش نروح هكا البابا. فكا معناتها طريقة هكا باش ما تروحش للدار باش نقولوا انا باش تجي تبات بحذايا باش انت تطمن عليها. هي مالا هي وين باتت كي ما باتتش بحذاك؟ هنا في وقت اللي البو يحاول يفهم بالضبط مع نجيت شنو اللي صاير، فما ام تقدمت المركز وجابت معاها ولدها. تقدم لكم مهدي. مهدي هو حبيب صابرين وامه جابته المركز باش يعطي شهادته في انتحار صابرين. ومهدي بدا يحكي لاعوان الامن اللي ياخذوا له في الاقوال نتاعو كيفاش انتحرت صابرين، ويقول انه كانوا فوق السطح نتاع دارهم وكانوا يحكيوا بالحب والغرام وكذا، وإذا بها فجأة قامت أعطته بوسة في جبينه، وبعد ما يشلق بها كان طلعت فوق الحرف متاع السطح ورميت روحها. ويسمع دريس بهذه التفاصيل. أولاً ذي مهدي هو ما يعرفوش، ساعة سمع به اللي هو حبيب بنته. ثم رقم اثنين باهت في هذه الرواية، شنو معناها كنت قاعدين وجات بستك من جبينك ورميت روح؟ وعليش ترمي في روحها هي مسطح؟ ما نعرفش. هذا اللي قاله مهدي، قال أنه ما يعرفش شنو اللي صار بالضبط. الحقيقة اللي صار يلزم نرجعوا باش نفهموه سوايع التالي ملي صابرين كلمت بوها وعلقت التليفون شنو اللي عملت بالضبط، واللي الحقيقة باش تتوصل له الشرطة المغربية، لأنه
البحث باش ينطلق من معرفة السوايع الأخرانية كيفاش عديتهم صابرين وشكون كان موجود في المحيط متاعها. اكتشفنا انه فما واحد اسمه مهدي ساعة اللي ما كناش نعرف عليه حد شيء، فما كوثر اللي في بالنا اللي هي بيتة بحذاها وطلعت فعلا ما هيش بيتة بحذاها وتأكدت الشرطة من ذلك، ملاوين كانت بيتة بالضبط. الحقيقة الحكاية تبدأ من ليلة اللي قبل اكتشاف الضحية، بما أنه وقت اللي صابرين كلمت بوها وقتلوا راني ما نجمش نروح في الكار ولا في المترو، راو فاتني المترو وبش نمشي بحذا كوثر، وقتها كان بحذاها مش برك مهدي حبيبها أما زادة أقارب وأصحاب مهدي، شاب اسمه أمين وشاب آخر اسمه حمزة، وبش يتم القرار أنه بما أني صابرين في وضعية سكر ما تنجمش تروح لا لدارهم لا لدار صاحبتها كوثر، باش يتفهموا أنه يوصلوا كوثر لدارهم، وأنه هي ومهدي باش يمشيوا بحذا صاحبهم حمزة، هذاك اللي باش يصير، كوثر يوصلوها لدارهم وهي ومهدي يمشيوا بحذا صاحبهم حمزة. هذه الرواية اللي قاعدين يقدموا فيها هالشبيبة ذومرة. من بعد بش يصير على ما يبدو خلاف ما بينات صابرين ومهدي، عليه بسبب غيرة، اظهر المهدي انه تصرفات صاحبته مع صاحبهم هذا اللي ماشيين بش يعديوا بحذاه ليلة ما عجبتوش، فقالها توا نروحوا لا سبيل ان نقعدوا لهنا. روحوا وين مشاو؟ مشاو لدارهم. دونك مهدي هالصابرين معاه لدارهم، دق على الباب في الليل المخر، حلت له امه ودخل هو وصبري. بون لمتوا شويه على اساس كيفاش جايب بنت الناس في الليل المخر درا شنو كذا، باش يقولها لي هيك تشوف فيها وضعيتها كيفاش ما تنجمش تروح للدار راهي باش تبات بحذانا وتو غدوة الصباح، هذا اللي باش تقولوا امه. باش يطلعوا للسطح مع بعضهم، وفما شكون اللي باش يشهد على هذه الحادثة انه شافهم طالعين للسطح من العساس تاع العمارة، بل اكثر من هكا سي العساس هو اللي باش يعطي واحد من المؤشرات الهامه في هذه القضيه تنرجع ليه بعد شوي. المهم وصلوا لدار مهدي وموجودين فوق السطح، الى حد الان الروايات الكل تتطابق تاع الحضور الكل، مهدي حمزه امين اللي خلاهم هذاك وروح، كوثر اللي خليتهم وروحوا، وام مهدي. شنو اللي صار فسطح هو نقطة الاستفهام الكبيرة. مهدي أكد أنه فسطح كما حكينا قبيلة كذا حكي وبعد هزت روحها ولوحت روحها، لكنها رواية باش نبداو يجينا فيها الشك من خلال الشهادة متاع العساس. العساس باش يشهد أنه هما طالعين للسطح شاف مهدي يضرب في صبري، هو مش باش ينكر راهو الحقيقة أنه ضربها على أساس من الغيرة وكذا ومن تصرفاتها ومن ما عادش مسيطر على روحها بعد ما معناها شربت برشا وكذا، فبالتالي هو ما أنكرش أنه ضربها، لكن عملية الضرب هذه باش تؤدي بينا إلى ثنية أخرى. تقرير الطب الشرعي سيكون محدد في هذه القضية. رويزمك تعرف اللي السقوط من بلاصة حاجة، وان واحد يدمدم بالضرب حاجة أخرى، والطب الشرعي اللي يخدم على روحه مليح ينجم يفرق ما بينات الإصابة اللي جاية من سقوط والإصابة اللي جاية من تريح، الاثنين ما همشي كيف كيف. تقرير الطب الشرعي سيكون حاسم
في اعتبار أنه صابرين متعرضة إلى عنف شديد، عندها كسور وضرب في أكثر من بلاصة، اللي يبين وأنه ضرب ومش متاع واحد طاح من بلاصة عالية. ساعة وجهها أزرق ومنفوخ في أكثر من مكان، متاع إنسان ماخو لكمات ماخو بنيات. وقس على ذلك في أماكن عديدة من جسمها. بعد تقرير الطب الشرعي اللي يأكد أنه صابرين متعرضة لكسور، حتى ما هيش مفسرة بالسقوط، افهم؟ شدة العنف، كسور ما هيش متعلقة بالسقوط، يعني كسور صارت لها نتيجة الضرب. هذا يثبت تقرير الطب الشرعي. مهدي سيعترف، مهدي سيعترف اللي هو كان غضبان ياسر، منرفز ياسر من صاحبته، ما عنديش فكرة كبيرة الحقيقة على وضعيته وقتها، هو زاد اشني كان، شو كان مستهلك، فانا وضع كان. ولكن اللي نعرفه اللي سيعترف به في مرحلة اولى انه فعلا هو اللي قام بضربها، ضربها بصفة كبيرة وعينيه ظلمت وما عادش يعرف بالضبط شنو اللي يعمل، الى ان يشلق بروحه وهزها ورميها مسطح. اعترف مهدي بذلك قبل ما بعد، ونرجع لك بعد الحكم سيتراجع عن هذا الاعتراف. اعتراف مهدي خلى البو سلمان يتأكد من الفكرة متاعه الأولى، بنته ما تنجمش تكون انتحرت، بل ربما إصراره هو على هذه الرواية وإلحاح عليها هو اللي باش يخلي الأمن والشرطة تبحث في هذا المجال، لأنه من الأول الكلام الكل قاعد يتقال على أساس أنه طفلة لوحت روحها من الطابق الرابع أو الخامس. شوفوا معايا مليح، البعض من التصريحات والمعلومات اللي قدمها السيد سلمان، هذا الأكثر من وسيلة إعلام مغربية، قالوا لي شفت الصورة ديال بنت كرها ميتة، زومي زومي على الوجه ديالها، فعلا زوميت على الوجه ديالها لقيتها، يعني شو ما كانوا كيدعيوا أنه فاش هزوها في الأمبيلونس حمراء راه باقا فيها الحياة. قلت لي وهزيتها أجنة دير لها القطران، كيما تحطات في البليصة لقيناها في لامورك، يعني يبقى الحال على ما هو عليه، مام حتى دوك الناس ديال لامورك ما سدوش لها العوينه، ما سداتش لهم، علاش؟ لقاش ميته، وحنا كنعرفوا الناس الا فات 6 ديال الساعات كيصعب عليك باش تسد العيانين، هذه مساله علميه وطبيه وشرعيه، ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، ما غاديش نطولوا فيها بزاف. وخارجة في الطوبسي، في الطوبسي كاين كسر على جهة العنق، وماشي كسر ديال السقوط، للاحة اللي كيدعي المجرم انه لاحة من السينكيام ايطاج، السينكيام ايطاج انا نتلاح، انا اتحداه نتلاح انا ونشوف كي غادي نولي. بعد المعطيات الكل اللي توفرت في هذه القضية انطلقت فيها المحاكمة، المحاكمة اللي باش تؤدي إلى تبرئة كل الأطراف تقريبا باستثناء مهدي، بما أنه من الأول فما شك عند الأمن والقضاء ونجم يكون فما مشاركة في هذه الجريمة. كوثر أو نجاة تم تبرئتها من الأول وتبين أنها فعلا روحوا بها لدارهم وبقات في دارهم.
حمزة اللي مشاو بحذاه للدار تم تبرئته وتبين أنه ما عندوش علاقة ببقية القضية. أمين نفس الشيء تم تبرئته. العساس خاطر من الأول فما شكنوا كيفاش العساس شافها طفلة تضرب وما عمل شيء، ولكن رغم ذلك تمت التبرئة متاعه، وسيتم الحكم فقط بعشرين سنة سجن على مهدي. صحيح اللي في مثل هذا النوع من القضايا الحقيقة أولا الحكم عليه هو بعشرين سنة برك، حكم سخيف نوعا ما، ثم أنه ما فماش شكون يتحكم عليه كذلك من أجل عدم إنجاد شخص في مثل الحالة اللي كانت فيها صابرين، أمر غريب برشا. أمه اللي معناها حلت له الباب وطلع للدار ودونك عندها كل التفاصيل، ما تمش الحكم عليها في هذه القضية. نقطة الاستغراب الثانية، إذا كان العنف بهذه الشدة اللي أكدوا تقرير الطب الشرعي، فوينهم الناس؟ ما سمع حد سياحة، عياط، استنجاد، حتى شيء. العساس اللي شافوا أنها تتضرب ولكن مع ذلك لم يتدخل، فما حاجة في القانون اللي اسمها عدم إنجاد إنسان مستحق للمساعدة، non assistance à personne en situation vulnérable وإلا en danger، واللي هي يعاقب عليها القانون إذا الناس لم تتدخل في عملية الإنجاد. كيف تشوف إنسان يستحق للإنجاد وما تعاونوش، راهو القانون المفروض يعاقب على ذلك، ومش يكتفي بعشرين سنة الواحد دقدق الطفلة بالضرب الساعة قبل ما يلوحها من الطاق الخامس. معناه هو وقت اللي عمره 40 سنة ينجم يعاود يبني حياة جديدة، في الأثناء صابرين وعائلتها لا حياة لهم بعد هذه الحادثة. نستنى تعليقكم. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.